ورق مزور وفلوس وحكايه انا مش فاهمها، في حاجه غلط. طب احنا لو عايزين نسال السؤال بشكل تاني، يعني لو ليها يد في اللي بيحصل، ايه اللي ممكن يخليها تعمل كده؟ السؤال الصح لو هي اللي عملت كده. عملت كده امتى؟ مش عارف. يا مالك، انت هتفضل كده ما تردش على هيثم بيه ولا ايه؟ مالك وانت بتعمل ايه؟ ما ترد على ايه؟ الحاجه الوحيده اللي يخليهم يقتحموا البيت ويحرقوا البيت باللي فيه ان انا اكيد وصلت لحاجه قلبالهم تفكيرهم. انت قصدك على تفريغات الفيديوهات؟ مفيش غيرها. طب احنا هنوصل لها ازاي؟ بقول لك ايه؟ ما تكلم هيثم بيه ان هو يرجعها لك تاني من البنك. مش هكلمه غير لما اتاكد الاول. طب وانت هتتاكد ازاي وهي طارت؟ ملوكه، اوعى تقول ان انت رفعتها على الدرايف يا معلم. رحمة اخويا ما هسيبهم الا لما اتاكد. يا ابن اللعيبه، طب انت عايز توصل لحاجه من الداتا دي؟ خلاص يبقى احنا قاعدين عليها النهارده بقى اليوم كله. مازن. ايه؟ الواد اهو. واد مين؟ ده واد من الهجمة علينا في الشقه. بص التاتو على ايده ده. انا شفت التاتو على ايد واحد فيهم واحنا في الشقه. ايوه صح. هو نفس التاتو بس الصوره مش واضحه. ايه ده؟ دي وضحت. طيب احنا نوصل لهم ازاي بقى؟ هعمل سيرش بالصوره دي على جوجل وانستجرام وفيسبوك. ايش هو متصور مع الواد ده؟ حلو قوي، بسيط. اعمل ايه؟ هو كده بقى وقع في ملعبي. انا هاك الاكونت ده وهعرف امتى عمل لوجين، واجيب كمان الاي بي بتاعه علشان يقفش امه. أنا عايز أعرف الواد ده شغال فين.